المنظومه الصحيه المصريه دايما بتسعى الدوله لتطويرها سواء على مستوى البنيه الخاصه بالمستشفيات او على مستوى الكادر العلمي للاطباء. المجلس الصحي المصري تم انشاؤه عام 2022 وبيعمل على تطوير هذه المنظومه الطبيه وتنظيم مجالات الصحه في مصر بالاضافه طبعا لتاهيل وتطوير المستوى العلمي للاطباء وكافه العاملين في التخصصات الطبيه المختلفه، مش بس كده ده كمان بيساهم في تحسين مستوى التدريب الطبي للاطباء وخريجي الكليات الطبيه وبيعمل كمان على اختبارهم علشان يتاكدوا ان هو مؤهل ان هم مؤهلين بشكل كافي لممارسه العمل الطبي بشكل امن ومحترف يمكن كل ده علشان نضمن يحصل تحسن في الخدمات الصحيه في مصر بما يتماشى مع السياسه الصحيه العامه للدوله خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن المجلس الصحي المصري من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه اللي موجود معانا في الاستوديو اهلا وسهلا دكتور وصباح الخير على حضرتك صباح الخير يا فندم صباح الخير يا دكتور لما نيجي نتكلم بدايه كده دور المجلس الصحي المصري يمكن هاخد من كلام الاستاذ عبده لما قال انه الدستور المصري بينص على الحق في الصحه وانه للمصريين حق في الصحه، الصحه لا تعني فقط المنشاه ولا الدواء ولا التجهيز، لكن ركن اساسي من منظومه الصحه هو الفريق الصحي. والحقيقه انه المهن الصحيه هي مهن تتطور وتتحدث بشكل سريع جدا. وتحتاج دائما إلى ممارسة مستمرة وإلى تعلم مستمر لأنه كل يوم في مجال الصحة وفي مجال الطب في جديد طالب الطب بيدخل كلية الطب بعد الثانوية العامة وبيبقى مسؤول عنه بشكل آخر الجامعة اللي هو فيها والمجلس الأعلى للجامعات بيتخرج وبيحصل على الشهاده في المهن الصحيه وبياخد فتره تدريب. فتره التدريب دي بيبقى مسؤول عنه المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه. طيب انتهت فتره التدريب وخلاص هو دلوقتي اتدرب وعايز يروح يحصل على ترخيص مزاوله المهنه من وزاره الصحه. لما بياخد ترخيص مزاوله المهنه الفتره بقى اللي بعد ما يحصل فيها على ترخيص مزاوله المهنه. وهو مكمل حياته المهنيه وهنا بتكلم على الفريق الصحي كله هي فتره كانت دائما وابدا تحتاج الى تدريب وتعلم واستمرار تطوير. <applause> عفوا المقاطعه دكتور حسام الجزئيه دي قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنه ايه بقى المعايير والمتطلبات اللي بيتاحها المجلس المصري آه ليه ما انا بس خليني اقول لك الدور بقى المجلس في الجزئيه عشان ياخد الفتره دي كانت قبل انشاء المجلس الصحي المصري بالقانون رقم 12 لسنه 2022 كانت مبنيه على الجهود التي تقدمها الجامعات في التطوير رغبه عضو الفريق الصحي سواء كان طبيب بشري طبيب اسنان صيدله او آه طبيعي انه هو يتطور لكن لم يكن هناك كيان مؤسسي منظم ومنظم لهذه المساله انشئ المجلس الصحي المصري بهدف تطوير التعليم المهني الصحي ما بعد الجامعي م. وده بيبدا بدايته من امتى بدايته من زي ما حضرتك ذكرت كده انا النهارده حصلت على شهاده التخرج م. وعايز اروح للجهه المختصه بالتراخيص اللي هي وزاره الصحه والسكان عشان اخد ترخيص الجامعات بتعمل امتحانات مختلفه وطريقه التدريس اه هي في مجملها واحد لكن في النهايه السؤال اللي بيجي لجامعه القاهره مش هو السؤال اللي بيجي لجامعه عين شمس في كليه الطب او كليه الصيدله مش هو السؤال اللي بيجي في اسيوط. ولكن كلهم في النهايه بيحصلوا على هذه الشهاده العظيمه وخدوا شهاده وعايزين بقى يرخصوا. لهذا كان هناك ما يسمى بالامتحان المؤهل للحصول على ترخيص مزاوله المهنه لكل المهن الصحيه. واحده من ادوار المجلس الصحي المصري انه مسؤول عن عقد هذا الامتحان، م. يبقى كل اللي اتخرجوا من الجامعات الحكوميه ومن الجامعات الخاصه من المهن الصحيه قبل ما يجي عندنا في وزاره الصحه عشان يقول انا عايز ترخيص لازم يجتاز هذا الامتحان اللي هو امتحان موحد لكل خريجين الطب، موحد لكل خريجين الصيدله، موحد لكل خريجين طب الاسنان. المجلس دوره انه يعمل دي اول حاجه، الخطوه الاولانيه قبل ما تدخل في الممارسه بتعمل الامتحان اللي بيضمن نوع من المساواه ما بين كل الخريجين في كل الجامعات في كل التخصصات الصحيه قبل ما يحصل على الترخيص. حصل على الترخيص ومحتاج بقى يطور نفسه ويستمر. المجلس مسؤول عن الحته الثانيه وهي الشهاده المهنيه في التخصص. انا عايز دخلت النهارده طب وحصلت على البكالوريوس بقيت بمارس بشكل عام، عايز اتخصص في الجراحه بشكل مهني، عايز اتخصص في الانف والاذن والحنجره، هناك البورد المصري للتخصصات الصحيه المختلفه، موجود بقى في كل التخصصات الصحيه، الهدف الدوله بتسعى الى ايه؟ تسعى الى انه يبقى في امتحان موحد زي امتحان الثانويه العامه كده. م. يبقى انا كدوله ضامن ان كل من يمارس تخصص الجراحه في اي حته من جمهوريه مصر العربيه اجتاز الامتحان المؤهل لهذا التخصص وبقى عنده الحد الامن من الممارسه الصحيه انا كمريض هستفيد ايه؟ هستفيد انه الدكتور اللي انا بتعالج عنه في اقاصي في صعيد مصر او في شمال مصر او في القاهره العاصمه حاصل على نفس المستوى من التعليم والتدريب، يبقى انا مع النهارده ما عدتش محتاج اني اجي اسافر من مكان الى مكان عشان انا بقول دكاتره الحته الفلانيه احسن، كل الاطباء المتخصصين حاصلين على المستوى واحد من التدريب، وبعد كده بقى كل واحد وشطارته. لكن انا كدوله أنيت انه الممارس الصحي بتاعي بيقدم خدمه صحيه امنه لكل المواطنين بنفس القدر ودي واحده من عداله تقديم الخدمه الصحيه واحده اساسيه جدا من اساسيات حق المواطن في الصحه. يعني دكتور لما نيجي نقوم قايلين انه احنا في سيستم محطوط او في طريقه محطوطه للتقييم، ازاي احنا هنقيم السيستم المحطوط ده يعني منين حنتأكد ان السيستم ده مناسب وبيحدث نفسه بشكل دوري بحيث ان هو يواكب التطورات اللي بتقول انها بتحصل كل شويه اليات اختبار نجاح هذا السيستم هتكون ازاي؟ طيب دائما ما اليات التقييم بتبقى يا خارجيه يا داخليه احنا المجلس مكون من مجلس اداره ومجلس امناء ودولت هم اليات التقييم الداخليه انه مجلس الامناء اللي فيه وزير الصحه وفيه وزير التعليم العالي وفي ممثل عن الخدمات الطبيه وزارة الدفاع كل اصحاب المصلحه في تقديم الخدمه الصحيه هم مجلس الامناء دي تقييم داخلي وكذلك مجلس الاداره اللي فيه كمان النقابات المهنيه كلها في تقييم خارجي انه من ضمن نصوص القانون ان المجلس ده بي بيقوم بعمل اتفاقيات وشراكات مع جهات الاعتماد الدوليه وبالتالي بقى انا مش بس بقيم نفسي من خلال مجالس امنائي او مجلس امنائي ومجلس, ومجلس ادارتي لكن ده كنا انا كمان على نفس الليفل مع جهات التقييم والاعتماد الخارجيه بيجي يشوفوا انا شغال ازاي بنتفق مع بعض وبالتالي احنا النهارده بنتحرك على مستوى محلي ومستوى إقليمي ومستوى دولي عشان يبقى الطبيب بتاعي والحقيقه إنه الحمد لله يعني يمكن الناس كلها تعلم والعالم يشهد إنه الطبيب المصري مصر. من آه يعني أمهر مم. الأطباء على مستوى العالم. ده بيتحقق يا دكتور حسام بالتعاون مع يعني جهات مختلفه في مجال التدريب الصحي سواء جهات محليه داخليا أو حتى خارجيا عشان نضمن أفضل بزغط. المعايير في التقييم. هو هو المجلس مسؤول عن الشهاده شهاده التخصص م. لكن التدريب هو بيعتمد جهات التدريب التدريب ده بتقوم به الجامعات بتقوم به الصحه والسكان بتقوم به وزاره الدفاع من خلال اداره الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه م. بتقوم بإدارة اداره الخدمات الطبيه في هيئه الشرطه وبالتالي جهات التدريب متعدده م. لكن في النهايه كل دول بيجوا عند المجلس عشان يعمل الامتحان الموحد للتخصص وهو كمان بيقول ان الجهات ديت نتيجه لما له من خبرات وقدرات والتواصل مع الجهات الاعتماد الدوليه هي مؤهله للتدريب بقطع عندنا الجامعات المصريه من اعظم اماكن التدريب وزاره الصحه فيها اماكن وهيئه المستشفيات التعليميه القوات المسلحه فاماكن التدريب متعدده لكن كل ده بيصب في امتحان واحد مؤهل للحصول على التخصص اللي انت عايز تدخله. طب خليني اخد من كلام حضرتك واسال حضرتك ايه اللي وزاره الصحه هتقدمه وايه الجامعات المختلفه هتقدمه وفي بعض الاحيان قد يكون النقابات ممكن تقدمه للمتقدمين للامتحان لتوجيههم ولدعمهم ولتدريبهم احنا لمصلحتنا ان احنا يبقى عندنا اكبر عدد ممكن من الاطباء حاصلين المتخصصين على المتخصصين المهره طبعا طيب خليني اقول لك هو المجلس هو جهه مستقله آه اللي بتو... المجلس يقيم المجلس, آه المجلس يقيم. يقيم. وزاره الصحه بت... بتقدم حاجتين بتقدم التدريب من خلال مستشفياتها ومن خلال هيئة معاهدها التعليمية وفي نفس الوقت احنا بنتحمل أي تكاليف خاصة بهذه الدراسة المهنية م. لأعضاء المهن الصحية العاملين في وزارة الصحة اللي هو الأغلبية العظمى وبالتالي إحنا كجهات حكومية وأعتقد أنه التعليم العالي بتقوم بنفس الدور الجهات الحكومية هي بتقدم الدعم سواء من خلال التدريب أو من خلال تحمل تكلفة التسجيل والرسوم والامتحانات للحصول على هذه الشهادة كويس يمكن من, من قريب كان لسه في قرار من الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير صحه السكان مرتبط بالمساله دي تحديدا وهو تحمل وزاره الصحه النفقات او فروق النفقات الخاصه ما بين الزماله القديمه والبول ده في حاله نجاح الطالب فقط ولا اذا رسب يتحمل هو كلفته هو هو الحقيقه حاليا في في الحالتين لكن المامول انه تبقى في حاله النجاح فقط <applause> لان الدستور كفل مجانيه التعليم مش مجانيه السقوط صحيح. طيب فرصه حضرتك معانا يعني على الهواء في صباح الخير يا مصر ونتكلم بقى عن المبادرات الطبيه مبادره بدايه جديده مثلا اللي بتشمل كافه وجوانب الحياه ومن ضمنها طبعا الجانب الاهم في حياه كل مواطن هو الجانب الصحي، ضمان تقديم خدمه صحيه لائقه بالمواطن المصري، اهم الخدمات اللي بتنطلق ضمن مبادره بدايه جديده. طيب خليني اقول حاجة بس عشان برضه يبقى واضح للساده المشاهدين مبادره بدايه جديده هي احد محاور المشروع القومي للتنميه البشريه الذي يتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي من اجله قامت الدوله المصريه به الحكومه الجديده بانشاء او استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه التنميه البشريه تعني ان يكون عندي مواطن متعلم جيدا بصحه جيده عنده من المهارات والقدرات التي تمكنه من التميز في سوق العمل، احنا مش النهارده مش بندور على انه يلاقي شغل، لا احنا عايزينه يبقى متميز في سوق العمل ويعمل وفق الثوره الصناعيه الرابعه والتكنولوجيا ان يمارس نشاطات من خلال الرياضه وان يكون محتفظا بالهوية المصرية اللي م. اللي بدأت تتفلت الحقيقة من خلال منظومة ده بيأكد القيم. شخصية المصرية. الشخصية المصرية الهوية المصرية الأصيلة اللي طول عمرنا بنتمتع بيها اللي يقول ده مصري من خلال منظومة القيم سواء بقى من خلال ال 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 الأزهر وزارة الأوقاف الكنيسة مع وجود ضمان من الحماية الاجتماعية من خلال التضامن الاجتماعي عشان كده عندنا أكثر من 11 أو 13 وزارة في هذه المجموعة البشرية للتنمية البشرية أحد المحاور مبادرة بداية وهي مبادرة تهدف إلى تكامل كل الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات وأكثر في عندنا 29 جهة مشاركة في مبادرة بداية لتقديم خدماتها للمواطن المصري بشكل متناغم ومتناسق. الصحة يعني يعني النهارده خليني أدي حيك مثال سريع كده عشان الناس تدرك أهمية وجود هذا التكامل وهذا التنسيق. انا النهارده اول ما اسال اي حد من الاولياء الامور او حتى المواطن العادي اقول له هو فكرك التعليم يتطور ازاي اول حاجه هيقول لي لازم نقلل كثافه الفصول وهي الحمد لله الدوله شغاله على كده نطور المناهج الدوله شغاله على كده ندرب المدرسين ونحسن من وضعهم والدوله شغاله على كده انا عملت كل ده لكن الطالب اللي انا بعلمه عنده تقزز عنده انيميا عنده ضعف النظر يبقى المنتج بتاعي برضه هيبقى تعليم ضعيف. صحيح. لكن لو انا بقى النهارده في على نفس المجموعه في نفس الوقت اشتغلت التعليم بتعمل ده والصحه بتعمل ده على نفس المجموعه وهو بعد كده لما جه لما جه روح البيت لقى انه الظروف والوضع الاقتصادي بتاعه مش قادر مضطر ينزل يشتغل عملت الاطفال برضه يبقى ما تعلمش تيجي وزاره التضامن الاجتماعي على نفس المجموعه ونفس الفئه توفر الحمايه الاجتماعيه. بنفس الآليات بتتحرك كل هذه المجموعات بالإضافه للقطاع الأهلي، احنا لا ننسى دور صندوق تحيا مصر والقطاع الأهلي والعمل الأهلي التنموي وأيضًا القطاع الخاص، بس كل ده بيدور من خلال منظومة الدوله من خلال المجموعه الوزاريه. نقدم خدمات لكل المواطنين بكل احنا الدوله بتقدم ملايين الخدمات في اليوم، لكن الناس مش شايفاها ملايين لأن كل واحد بيتحرك على المستوى أنا رحت أخد الخدمة دي في وزارة الداخلية وبعد كده خدت خدمة تانية في وزارة الصحة فبالك بقى النهاردة لو أنا رحت خدت خدماتي الصحية وأنا رايح أعمل شهادة البطاقة نازل كده من السجل المدني بعد ما خلصت بطاقتي لقيت أنه حد بيكشف عليا سكر وضغط خلصت لقيت انه انه وزاره العدل عامله لي مكتب توثيق بيخلص لي كل ده بيتعمل بشكل متكامل ومنظم هي دي مبادره بدايه جديده للهدف في النهايه للوصول الى ايه؟ الوصول الى مواطن متعلم صحيح البدن مثقف متمكن وقادر على ان يتميز في سوق العمل وبنبدا من زيرو لحد ما بعد الخمسه وستين سنه ببرامج ومحاور التنميه البشريه دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه شرفتنا ونورتنا وطمنتنا على التقدم اللي بيحصل طول الوقت والتطوير اللي بيحصل طول الوقت اللي ان شاء الله هيوصلنا لاحسن المراحل يعني نزور بس شويه كده ونطول يعني بالنا واحنا الامور بتتحسن واحنا شايفين انها بتحسن بشكل سريع شكرا لك يا دكتور نورتنا وشرفتنا شكرا دكتور حسام نورتنا وشرفتنا النهارده في صباح الخير يا مصر